حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت يباع في مزاد بأكثر من 40,000 يورو. عن هذا الخبر الجديد سيكون فيديو اليوم من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نبدأ من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. السيدة كامبان خادمة الملكة ماري أنطوانيت أعطت هذا الحذاء لصديقتها ماري إيميلي لوشوفان دو برويزان، وبعد وفاة هذه الأخيرة سنة 1816 حفظته عائلتها منذ نهاية القرن الثامن عشر. واليوم في باريس تم بيع هذا الحذاء الأبيض الأنيق من الحرير وجلد الماعز بأكثر من 40,000 يورو في مزاد أقيم يوم الأحد في فيرساي قرب باريس، ويبلغ طول هذا الحذاء الأبيض 22.5 سنتيمترا ويغطى ثلثه بالحرير في الوقت الذي صنع فيه الجزء الخلفي من جلد الماعز، أما كعبه فهو بطول 4.7 سنتيمترا ويوازي مقاس هذا الحذاء في عصرنا قياس 36. أشارت دار أوزنا إلى أن الاهتمام الكبير من هواة المجموعات العالميين جعل بيع الحذاء يحقق سعرا أعلى بكثير من ذاك الذي كان متوقعا، حيث بيع ب 43,750 يورو. ويؤكد هذا أن شخصية الملكة ماري أنطوانيت المنحدرة من أصول نمساوية والتي أعدمت بالمقصلة سنة 1793 لا تزال محور اهتمام كبير. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. يوجد في قناتنا تقرير عن الملكة ماري أنطوانيت، سأترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء.